أما الدرس التالي فيتحدث عن المحافظة على المال في الإسلام، وهو من مقاصد الشريعة الإسلامية لمال المال من دور كبير في إعمار الأرض. وقد شرع الإسلام أحكاماً وتوجيهات عديدة لبيان طرق الكسب والإنفاق والتنمية والمحافظة على المال، وفطر الله تعالى الناس على حب المال والسعي للإكثار منه، ويسر لهم أسباب مشروعة لتحصيله، وذلك لما للمال من دور في عمارة الأرض ورفاه الإنسان. نتحدث في هذا الدرس عن مفهوم المال في الإسلام، ثم ننتقل إلى أهمية المال. فالمال كل شيء له قيمة بين الناس، وأباح الإسلام للإنسان الانتفاع به كالذهب والنقود والأرض والبيوت والسيارات. أما أهمية المال ثم الأحكام التي شرعها الإسلام للمحافظة على المال، بعد ذلك ننتقل معا للحث على تنمية المال واستثماره بالسبل المشروعة وإنفاقه في وجه الطاعة وتحريم الاعتداء على أموال الآخرين. في نهاية الحصة سنقوم معا بحل أسئلة الدرس وننتهي منها. سوف نبدأ أحبتي في هذه الحصة بالتحدث عن فن العمارة في الحضارة الإسلامية. سوف نبدأ بالتعرف إلى أول من اعتنى بالزخرفة الإسلامية، والذي هو عبد الملك بن مروان، حيث أنه أمر بزخرفة مسجد قبة الصخرة المشرفة. في هذا الدرس أيضا سوف نتعرف إلى فن العمارة الإسلامية، ثم إلى العناصر الخاصة بالعمارة الإسلامية في بناء المساجد كالقباب والمآذن والمنبر والمحراب والأعمدة والأقواس والزخارف. سوف تتعرف عزيزي الطالب في هذا الدرس إلى مفهوم كل واحدة من هذه المفاهيم. كالقباب، فهي القبة وهو شكل نصف دائري مقعر من الداخل. وسوف تتعرف إلى القبب المعروفة كقبة الصخرة المشرفة وقباب المسجد النبوي وقبة مسجد الصخرة من الداخل. سوف نتعرف إلى مفهوم المآذن والمنبر والمحراب وغيرها من المفاهيم، ثم سننتقل لحل أسئلة الكتاب. في هذه الحصة عزيزي الطالب، وبعد أن نكون قد أنهينا كتاب التربية الإسلامية، سوف نعود لمراجعة الدروس المهمة للتقييم النهائي، كدرس النجاسة وأحكامها وأيضا سورة الكهف. في البداية سوف نتعرف إلى مفهوم النجاسة، وهذا شيء للمراجعة، وحكم النجاسة وأنواع النجاسات ووسائل تطهيرها، والتي منها البول والغائط، الدم المسفوح والميتة والكلب والخنزير. سوف نتعرف إلى وسائل الطهارة من النجاسة، ثم سوف نقوم بحل أسئلة الدرس أو التأكد من أن كل شيء في هذا الدرس كان على ما يرام. مباشرة سوف ننتقل لسورة الكهف صفحة 48. في هذه الصفحة عزيزي الطالب أو في هذه السورة سوف نعاود تذكر أحداث سورة الكهف وما حدث معهم، كيف حماهم الله عز وجل، بعض معاني المفردات، وكيف كان الله سبحانه وتعالى لطيفا ورحيما بعباده، وكيف أيقظهم من النوم بعد نومهم الطويل.